أما رجال النادي الأهلي لكرة اليد بيفوز على البنك الأهلي في الدوري العام المصري. آخر حاجة، أعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عن تجديد عقد شادي مجدي لاعب الفريق أول لتنس الطاولة ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. قال الكابتن خالد إن شادي وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم دون أن يكون له أي طلبات، مشيدا بعطائه مع رجال تنس الطاولة خلال الفترة الماضية، وشدد على أنه يأتي في إطار الحفاظ، تجديد عقد شادي يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب. من جانبه أعرب شادي مجدي لاعب النادي الأهلي لتنس الطاولة عن سعادته بالاستمرار داخل صفوف النادي الأهلي. ودي كانت أخبارنا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل أحد نجوم النادي الأهلي النجم الكبير الكابتن عبد الله فاروق، هيكون في ضيافتنا في الجزء الأول من هذه الحلقة. فاصل، وبعد الفاصل كابتن عبد الله فاروق.